السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. عيد مبارك سعيد. اليوم شهوة من شهوات عيد الأضحى، من ألد وأشهى الأطباق المغربية اللي تنوجدوا في عيد الأضحى، غير اليوم من يد الزوج ديالي اللي كيتقنها وكيديرها حسن مني، اللي هي التقلية المغربية. غنبداو بالمقادير. عندي التقلية ولا الدوارة ديال الحولي اللي غسلناها مزيان بالملحة، كتكون فيها الرية، الكرشة، كندير شوية المصارن، يعني دوار كل شوية، كل حاجة منها شوية. غنحتاج البصلة بزايد. مهم أنا نقول لكم مقادير، ولكن هو اللي غيطيبها. البصلة بزايد تكون مشلضة. أنا خلطت ما بين زيت العود ولا زيت البلدية ولا زيت الزيتون بالنسبة اللي كيشاهدنا من برا المغرب، وزيت المائدة يعني زيت النباتية العادية. عندنا الربيع مقطع، عندنا الثومة يعني واحد ربعة ولا خمسة ديال الدروس ديال الثومة، الملحة، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، القزبر كامل مطحون، هذا ضروري باش تا مزيان لينا تاع على ود الصحة على قبل الليدام ديال الحولي، التحميرة ولا البابريكا، والكمون. الكمون ضروري حتى هو. يلا غنبداو. يلا شوف ديالي. عندي الكرشة ولا التقلية، ونزيد ليها البصلة ونزيد الزيت ونشحرهم وهما اللوالة عاد باش نزيدو العطرية وباقي المقادير. كنخليوها تشحر مزيان حتى تهبط البصلة. من بعد ملي كتشحر لنا البصلة مزيان هي والكرشة، دابا عاد نزيدو الثومة. نزيدو الربيع مقطع، ونزيدو العطرية كلها عندك، نخلطو كلشي. بالنسبة لي خافت انها ما طيبش ليها التقلية، غتزيد يا اما عظم ديال التمر ولا تزيد خمارة ديال الحلوة. هاد جوج الحوايج كيعاونوا انها دغيا كطيب التقلية. ومن طبيعة الحال كتبقى من الاحسن ما نزيدو لا عظم ديال التمر ولا خمارة، نخليوها طيب على المهل ونعطيوها الخاطر، يعني نديروها على تيساع ونخليوها طيب. ودابا مع العيد الكبير نديروها كاع على الفاخر، كتجي ألد واحسن. ونزيدو الماء حتى نغطيوها. غنسد عليها طبعا الحال ديال السكارة، وغنخليها طيب على خاطر خاطرها على نار متوسطة. من بعد ملي غطيب غنزيد ليها شوية ديال الحامض مصير، شوية ديال الزيتون. من بعد ملي نحل عليها ونلقاها طابت غنزيد ليها الحامض مصير وشويه ديال الزيتون الحمر، ونخليها حتى تشرب وتختار ليها المرقه ديالها، ومن بعد نقدمها بصحه وراحه. هكذا كتجي التقليه ديالي. تنقول للزوج ديالي الله يعطيك الصحه، لان ديما كتجي لذيذه. بالنسبه اللي عجبو الفيديو دير جيم الفيديو، خلي ليا التعليق ديالو، واشترك في القناه ديالي الا كان مازال ما اشترك. كنشكركم وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله.